فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا كان الإمام يتأخر في التأميم فهل للمأموم أن يؤمن قبله؟ لا يتأخر تأخرا طويلا مثل ما يفعل بعض المبتدعة أو الجهال، إنما بمقدار، يمدها بمقدار. أما أنه يمدها طويلا مثل ما يفعل بعض المبتدعة فلا يجوز هذا. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.